العبادة التعاملية. لما سيدنا جعفر قابل النجاشي قال له حدثني عن الإسلام، وليس أمرهم بيدهم أحياناً، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل. ما الجواب؟ سؤال كبير. 20 ذهب و18 ذهب و16 ذهب و11 ذهب، كله ذهب، التفاوت بالنسب. إن الإنسان لفي خسر. يا رب لما الخسارة؟ يعني لو أخذنا 7 مليارات و200 مليون آخر إحصاء، عنده سيارة، عنده مسبح، عنده دخل، عمل نزهة، يعيش لا وحي يوحى. من الأحد أليست التعليمات أهم الجهات؟ هو حتى يضيف من بلاد الشام مثلا إذا كان مخلوق أول مكرم مكرم. مين بيقدر يقول أنا غدا ما بموت؟ ما بيدك. الموت مو بيد أحد. لذلك أنا بقول في خط بياني لكل إنسان. ولد الحمد لله سليم تمام، هلأ مشي طلعوا أسنانه، قال بابا حفظ الفاتحة، كل ما أجى ضيف بابا تعال سمي عمه الفاتحة. كمل ابتدائي إعدادي ثانوي، أخذ ليسانس، خطب فتاة، تزوجها، استأجر بيت، بعدين جاء ودخل إضافي وسع بيته، ودخل إضافي غير سيارته، وطالع الخط. شوف هالصعود منوط بضربات القلب، وقف انتهى، منوط بضربات القلب أو بسيولة الدم، جل طبيعي. فأنت بأي لحظة معرض تنتهي الحياة، بأي لحظة. والله في عنا إمام أحترمه كثيراً، صلى فينا الظهر والعصر صلي عليه أبداً. أين نجد العبادة التعاملية؟ لما سيدنا جعفر قابل النجاشي قال له حدثني عن الإسلام، قال له أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار. هذه العبادة التعاملية، تعاملوا معي بأرقى ما يكون، بمحبة واحترام وأدب وتواضع. شعب أصيل، شعب أصيل، مربع الجهاد قديما 130 سنة جهاد، رئيس إمارة الجهاد. وإذا في أخطاء من أفراد ما بنعمم نحن، التعميم من العمم. والله أنا أهنئكم على حياتكم وتواصلكم وتراحمكم ومحبتكم لبعضكم بعض، هذا اللي شفته أنا. هي بدون تهنئة طبعا. أكثر شيء في ريح الجنة في الشباب، والأمل بالشباب، والشباب الطاقة المحركة، والشباب قوة الأمة، والشباب مستقبل الأمة، والذي يعتني بالشباب يعتني بالمستقبل.